مرحبا حبايبنا، شلونكم؟ شخباركم؟ واخيرا هذا الفيديو المنتظر راح ينزل صح؟ نعم. شنو يقول؟ راح نحكي قصة حياتنا. سألتونا أسئلة، طبعا نزلنا فيديو للتيك توك وقلنا لكم سألونا أسئلة، أنا أسأل وعد وعد يسألني، وقلنا خلاص لازم نسوي. شبي قاعد تسوي هيجي حياتي؟ حكتني قاعد ما حك شنو. الله هو أكبر على كل شيء، قاعد حاسبني هاي مو قاعد أسجل فيديو. قلوني أنا شلون مستحملة. هذا واحد من الأسئلة. حكي يعني ما حك والله هسه. أكثر سؤال سألنا اللي هو شلون تعرفتوا عن بعض، وهل إذا هو زواج عن حب أو زواج تقليدي. بس خليني أوريكم، هذا هو الفيديو إحنا نزلناه على التيك توك، واليوم نزلناه بنفس الوقت. إحنا هسه بالليل نايمين الأونات صح؟ إن شاء الله ما حد يقعد. إن شاء الله يا ربي. وخلينا نبلش بالأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، شو نجاوب على أي سؤال؟ لا أنا أقول نروح نقراهم أكيد بالدور، بس هذا السؤال لازم نجاوب أول شيء. أوكي تفضلي. بما أن الميكروفون عندك وما أعرف الصوت أنا شلون طالع، ما أنت واضح ولا لا؟ كتبونا بالتعليق. كتبونا بالتعليق، مو هو لايف. السؤال الأول، وايد سألونا وكل لايف ندخل وايد سألونا. أوكي تفضلي. وايد سألونا اللي هو وحتى باللايف، كل ما نطلع لايف، واول لايف فتحنا احنا تكلمنا عن هذا الموضوع اللي هو شلون تعرفنا على بعض، او هل هو كان زواج تقليدي او زواج عن حب. بهذا الفيديو هسه راح نتكلم عن هذا الموضوع وراح نجاوب عليكم، عشان اي واحد يريد يسال خلاص هنا. هذا الفيديو توثيق باليوتيوب. نعم. سو من راح يجاوب على السؤال؟ انت راح تجاوب ولا انا راح اجاوب؟ قسم ممكن. هو زواج تقليدي. يعني احنا تزوجنا زواج تقليدي مو زواج حب، والقصة كلها تريد انت تقولها ولا انا اقولها؟ القصة هي خلينا اقولها احسن، لان انت وايد تأخر بالحكي. تفكر هواي. لا مو مسألة تفكر هواي. اوكي ارتب الحكي. انا مرتبته خلاص. مرتبته؟ ايوه. انت ترتبين وانا اخربط. لا بس بالبيت مرتب، بس بالحكي مخربط. حلوه منك. معين لا تخليني اعلقك بالبنك ولا وانا ماكو بنك. القصه اللي ها هنب منو السكت؟ تري تسوي لنا دراما وقصه روميو وجوليت. لا القصه وما فيها خليني ابدلكم اياها. مكان هي كانت تقعد بالشباك وانا كنت اعبر. عبرت الشطاله مودك حطك على راس وش ام طابوك طلع ابوها بالرشاش طط طط طط. وانا شردت ايش قد يردون تغني وانت هسه غنيت لهم. سمعتهم صوتك؟ يو هسه يطلبوني لعد. خلاص راح كاظم السهر تو. كاظم السهر من راح يسمع صوتي. شنو هذا؟ منو هذا؟ نجاوب على السؤال. يلا اوكي نرجع السؤال. اي نرجع لسؤالنا. هاي صارت كم دقيقه مرت واحنا بعدنا ما جاوبنا على السؤال. لا غير انت بس تقرقين. اوكي انا وياك نطلع بالفيديو ما يصير. اوكي المهم خلينا نرجع قبل لما كان عمري 12 سنه. ماما كنا هاي اول سفره مسافرينها للعراق. طبعا احنا عايشين برا كله بالامارات. طلعت سنه وتزوجتي. رجعت هسه اريد الزبده. رجعت 12 سنه. ها يقول الزبده شلون يعني صارت؟ يلا كنا بالسفينه اللي هي رايحين بها للعراق، فماما تعرفت على وحده. هذه الوحده انه هي رايحه من العراق وقاعد قلها ان انا عندي اختي ساكنه بنفس المنطقه اللي انتم ساكنين بيها. ومرت السنوات وشارت السنوات وما الى ذلك السنوات، وهاي اختها احنا ما تعرفنا عليها ما نعرف، ودائما على تواصل مع المره اللي احنا تعرفنا عليها بالسفينه. فجاه امي كانت قاعده بحديقه، فهاي تعرفت على حريم ومن ضمنهم اخت هذيك المره. سو قاعد تتكلم معاهم وشو قلت لها طلعتي انت ما ادري شنو عرفتوا يعني بعد هاي سنوات يعني. انزين بهذا الوقت عرفت على امي. وعد كان تو جاي على امريكا، اهله كانوا بالامارات، فجاي جاي من امريكا للامارات علشان انه يتزوج، فقايل اهله انه دوروا لي مره. فهم قاموا سووا اتصالاتهم يعني مع اصدقائهم، وهاي شوفي ان مره من ضمنهم المره اللي هي
اللي موجودة يمنا اللي هي أخت المرأة اللي في السفينة. أوكي. فهي أول يعني أول ما شافتني قالت لي خلاص كلمتني علي يعني على وعد. وطبعا أنا مو موافقة يعني المواصفات كلها ما أريدها يعني. يعني أولها إنه هو عايش بأمريكا، قلت لا راح يتزوجني وياخذني لأمريكا بعيدة عن أهلي. وثاني شيء أنا كنت كلش صغيرة عمري 18-19 سنة وكنت حاطة شعار أو رافعة شعار لا للزواج، يعني ما أريد أتزوج. ففجأة صارت السالفة وأنا رافضة، وصارت هذه المرة تجينا من الصبح لليل وهي بس تقنع بي تقنع بي على مود شنو ان اوافق، وانا مو راضيه يعني ابدا مو راضيه. شايله خشمه مو على مودك انت بس. أوه. انه على مود فكره الزواج وانا بعدني صغيره وكنت بالكليه واريد اكمل دراستي، يعني كنت وايد عندي مخاوف ان اخاف اتزوجه يقول لي ما تكملين دراستك، يعني هذا كان الشاغل البالي او الهدف الاول اني اريد اكمل دراستي. يعني تعرفون انتم ريايل ترى يغيرون رايهم بعد الزواج. رياجيل ولي الرياجيل خلاص حياتي خليني على كيفي يعني. لذلك اخر شيء قنعتني قالت لي ان خلاص خليهم يصيرون اصدقاء، يعني عائله عراقيه تتعرف على عائله عراقيه. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. وهاي السالفه اجت اجت اجوا اجوا عشان يخطبوني. ايوه هاي صارت السالفه. يعني كانت اول اسبوع اجوا هم شافوني، امي كانت مسويه لهم غدا يخبل يعني وعد اكل اكل امي، قال لا خلاص هاي ما دام امها هيش تطبخ لا عاد هي شنو لا طبعا. قال انا موافق على مود امها طبخها يخبل. قلت هسه اي امها معلمتها، لان انا احب اكل بالبيت اطبخ، انا من نوع اللي احب اطبخ. بلش فضايح زين شوي ماكو. اول يوم تزوجنا خل نقمز شويه ايه. انا بالشغل دقيت عليها قلت لها اكو راس باكر. لا هاي السؤال الثاني احسن شلون تعرفنا يعني وان باي وان يعني باي وان. لا تدخلات زين خلاص. فاول اسبوع هم اجونا، ثاني اسبوع احنا رحنا لهم، ثالث اسبوع سوينا التحليل اللي هو قبل الزواج، رابع اسبوع انكتب الكتاب يعني هيجي راسه يعني راسه. انا بسرعه بسرعه وكانت انا عندي امتحانات الفاينل اكزام، حتى انه سبب تاخير انه العرس صار بس شهر بس للنهاية. كنت انا هذا الشهر شهر امتحانات، فتره امتحانات يا دوب خلصت الامتحانات وهو قام حجز العرس والصاله بعد الامتحانات باربع ايام. يعني تشوفون انا خلصت امتحاناتي وانا ما مذهبه ولا شيء للعرس. يو ايماجينت هي بدلت عرس، هي بدلت عرس. المهم زين تزوجنا، طبعا تزوجنا سوينا عرس كان احد الفنادق بابو بابي. هاي في من ضمن الاسئله انه هو انتم وين تزوجتوا وهل سويتوا عرس ولا لا؟ نعم سوينا عرس وكان عرس كلش حلو. كان عرس هو كلش حلو يعني هوسه وهاي، بس هو العرس لا كان على رواء مراء وعد ولا على مراء، يعني صار انا دخلت كاني معزومه، يعني انا دخلت للصاله اول مره اشوفها مع المعازيم يعني الصراحه. لان هي يعني بس الحمد لله صار عرس حلو والحمد لله. ما اريد شنو ندخل تفاصيل ثانيه. لا لانه هو اجى من امريكا وما كان عارف المنطقه، ما كنت اعرف احد وما كنت اعرف يعني شغلات كثيره، وانا كنت من منطقه الشارقه يعني هو كان ابو ظبي، فمن اجي ابو ظبي هم كل شيء جديد علي، المحلات وشي ما كنت اعرف وين وما وين، وكنت لاهي بدراستي، فهو وعد يعني قام بالواجب. قام بالواجب خرب كل شيء. خرب كل شيء. لا اكو صور تشهد. اذا حابين اذا حابين تشوفون اكو صور وكل شيء موجود. لا لا اوكي خلينا نقول لهم اذا حابين تشوفون فيديو العرس مالتنا صور العرس اكتبوا لنا بالكومنتات عشان نسوي لكم فيديو ثاني. ايش رايك؟ خلينا نشوف الاسئله الثانيه. هذا السؤال يسالونك يقول لك شلونها وياك؟ اكيد شال على قلبك زوز. الله يساعدك خويا. لا ما شال على قلبي ابدا الحمد لله. شلون يقولون الطيور على اشكالها تقع؟ الحمد لله والشكر الحمد لله. شلون مرة تروح تشتري شغله وتقول اوه توفقت بيها؟ انا هاي توفقت بيها الحمد لله والشكر. يعني ماكو بيت ما تصير بيه مشاكل، تصير مشاكل بس راسا حلها الحمد لله. يعني تصير صياح، تصير مشاكل، تصير شو اسمه، بس لازم يجي تنازل من اما الغلطان. اوكي يعني الغلط هو يجي يتنازل مرات، احنا اثنيننا صالح هي يكون اثنيننا غلط اصلا يعني يا
والحمد لله والشكر. الحمد لله. هي هاي الحياة الزوجية فيها يعني شد و شو الواحد يرخي وشد. الأمعاء والهاي تتعارك ويا بعضها مرات. يعني احنا ما لا تصير مشاكل. ماكو بيت ما تصير بيه مشاكل. صحيح. تصير بس شنو؟ لازم تعرفون شلون اوقف قبل بريك. اوكي. اخذ لك نفس شوي وحلوها. مو انت صرت شو اسمه مشكله وتشيل خشمك انا رجال البيت. عيني انت رجال البيت بس هاي مشكله مرتبطه بعائله. عندك 4 اولاد، عندك زوجه، انت متزوج مو تريد تلعب بلنتيات وتطلع. اوكي. لا انت عندك اولاد تربيهم، عندك اسره، عندك بيت، يعني هاي كلها لازم تدير بالك عليها. خلاص راح اطلق. زينت راحوا الاولاد. هيك دائما خلي بالك اولادك بيتك. انت متزوج حتى تكون عندك اسره يشيلون اسمك من بعدك. يا عيني. صحيح. تفضلي. شكرا. سؤال ثاني. شكرا على هاي. هلا وهلا. هلا وسهلا. محاضرة جميلة. السؤال يقول ايش قد صار لكم متزوجين وكم طفل عندكم؟ تري جاوبين ولا انا؟ والله انا صراحة اريد ان اتجاوب. انت تاريخ زواجنا متى بسرعة؟ هذا تاريخ. هذا احب. صارنا 11 سنة. الحمد لله عرفت. زين. يعني صار لنا 11 سنة. عندنا 4 جهات. خلينا اقلب. عندنا 4 جهات. هاي سؤال غيره. اي زواجنا متى التاريخ؟ شنو تاريخ الزواج؟ تاريخ الزواج احنا 11 سنة قلت بس احنا يعني باقي كم شهر بصير 11 سنة. والله العظيم. يلا بسرعة. تزوجنا ب 2017. اقول 2000 و لا او ماي جاد 2017 وابنك هسه راح يصير عمره 10 سنين شلون؟ لا 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 2007. 2007. قول والله ناسي تو وقت تقول لهم 11 سنه. اي يعني 11 سنه متى؟ صدق؟ والله فشلتنا حتى بالرياضيات منيح. لو اعتمد عليه من الباكر ما راح يعرف. المهم اتزوجنا ب 2010 شهر. لا لا هات شيرينا ما تخليه. ليش؟ لا يمتى تزوجنا؟ خليه. لا 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 يمتى لا راح اخليه وراح اخليها شيرينا. اتزوجنا ب 2010 اي شهر؟ شهر 7. برافو. 2010 صحيح توي تذكرت. ايه لان مرات واحد تعرفين يجينا بلاك. 2010. شوفوا حبايبي بنات شهر 7 بس نسيت اليوم يعني 6. عزيزاتي ستة. عزيزاتي الحريم لا تزعلوا رجالكم ترى هذا النوع. هذا الشيء طبيعي عند كل الرجال انهم ما يعرفون التواريخ. لذلك ذكري انت بالتاريخ ولا تزعلين انه هو ما ذكر التاريخ. عادي ترى هاي رجالكم نفس الشيء. صارت مشكله عادي. انا قلت له قبل يومين ترى عيد زواجنا روح جيب لي هديه. ذاتس ات. لا تزعلين ونسى نسى ترى اذا نسى وما جاب لك الهديه ترى راح تروح عليك يعني. فذكري 8/7. 8/7 والحين احنا بشهر 5 يعني قبل شهرين. اوكي. 8/7/2010 مو 2009. 2010 2008. السؤال الثاني يقول وعد عراقي انت من وين؟ هي هندية. اوه ماي جاد راح يصدقون هسه. لا هي القصة هي هندية. امها ابوها كان يجون للعراق بالبواخر. والله راح يصدقون. شنو غير احكيت حقيقة ها. وابوي كان يشتري من عندهم بهارات وشغلات ضاعت منهم هو وراحت السفينة اخذها ربنا. وبعدين زوجت وطلعت كيساهي. لا كملي لا كذا بالشقة وياكم. والله راح يصدقون. يلا لا هي عراقية من البصرة هم. السبب اللهجة اختلاف اللهجة هذه عندي. أول شيء لأني أنا مولودة بالكويت بس ما عشت بالكويت يعني ولادتي أهلي طلعوا من الكويت وعشنا بالإمارات. حياتي كلها أنا بالإمارات من أنا وصغيرة. صديقاتي إماراتيات بالمدرسة كلهم إماراتيات. على مود هاي. على مود هاي الحكي مالتها يعني زين. انا من اول ما تزوجنا لا بعدين لين احكي وياها بتغير حكيها. يعني ما معاشرين ناس عراقيين يعني حتى اصحابنا يعني وجيراننا وهاي مو عراقيين يكونون يعني مثلا سوريين اردنيين لبنانيين. اللهجه
الجنسيات الثانية غير عراقية، لذلك لهجتي شوية مو عراقية شوية. لا وايد لا هسه شوية. طبعا في أسئلة متكررة، هو نفس الأسئلة اللي هاي احنا جاوبنا عليها فما راح أقولها. أوكي ماكو مشكلة. أوكي سامحناك. أوكي في سؤال يقول أحبكم يا أجمل اثنين، شنو أجمل شيء صار بحياتكم؟ أجمل شيء صار بحياتي تزوجت زوزو. الله شكد حلو. يوميا لعد نفتح الكاميرا ودي ورا الكاميرا غير شيء. تفضل سيكبر راسه وشدوا راسكم يا القرع. يا معودة. هذا أجمل شيء الحمد لله والشكر. وأنا أجمل شيء صار بحياتي فعلاً إن هو بعد ما تزوجت وعد في شغلات كثير تغيرت بحياتي بشخصيتي، فهو أجمل شيء بحياتي صار. هو الزواج مثل البطيخ أما حمراء مو حلوة، بس الحمد لله مرات تجي حلوة يا بعض المشاكل ما يخالف ما تلقاها صافية. أكيد أبداً أكيد ما في أحد كامل. الكمال لله سبحانه وتعالى. هذا السؤال من أمي إيمانة. أوكي سلام حبايب قلبي، سؤال إلك زهراء، شنو الشيء اللي ما تحبينه بوعد؟ ونفس السؤال وعد وشكرا يا أحلى كابلز. شنو الشيء اللي ما تحبه بيا؟ يعني شغلات بسيطة مثلا تسوي شغلة تعيفها وتروح وتنسى هاي الشغلة. هاي مثلا قاعد على الطاولة زين سحبت الكرسي مالتها خلت غراضها واكلت البيبي راحت زين ها راحت على غير شغله هاي زين خلصتي انظف مكاني ارجع الكرسي اوكي اروح ما اخلي كل شيء واروح انا ما اخلي كل شيء انا اروح أن مثلا اكون مودي الصحن واريد ارجع بعدين بس اقعد ثاني انا باقي لا ماكو عذر هاي هسه دوري انا نعم شنو الشيء اللي ما تحبينه بوعد هسه تحدث نوني لو سأليني هذا السؤال قبل كم سنة قبل 5 سنين أول ما تزوجنا ممكن راح أقول لكم إنه في أشياء ما أحبها فيه لأن هاي أول مرة قاعد نتعرف على بعض بس بعد 10 العمر يعني هسه تقريبا صرنا 11 سنة حتى الأشياء اللي ما أحبها بالبداية صرت أحبها يعني خلص إنه صارت عادة عرفتوا هاي الواحد يعني بالزواج ومع استمرارية الزواج لازم يوصل هاي المرحلة ان هو الرضا الكامل عن الطرف الاخر الواحد يحبه بعيوبه وبالشغلات الحلوة فاكيد في يعني هو مو كامل كمال الله سبحانه وتعالى مثل ما قلنا لكن خلاص تعودت عليها عرفت صارت يعني الشيء هذا لازم يكون موجود يعني اذا ما اسوي ايه انه ليش ما سويت ليش ما حكيت سؤال لكم اثنينكم شنو اكثر محل ملابس تحبونه لكم ولاطفالكم ملابس ابل كومبي بوجي تومي بالنسبه لي صراحه انا صايره ادمان على شيء تارجت يعني ما عندي ماركه معينه بالنسبه للاولاد نفس الشيء هذا السؤال خلينا نشوف وعش راح يرد عليه هذا السؤال انا لازم ارد عليه كم مره يبكي وعد بالاسبوع لا وبعده بالاسبوع صراحة من أنا تزوجت إلى الآن طبعا أنا أتمنى للإنسان من يبكي مو ضعيف لا بس يطلع من قلبه كلش حلو هو ما شفته ولا مرة ماس مرة دمعت عينه علي أنا لأن كنت أنا بظرف صعب يعني بس إنه يبكي لا ما شفته ولا مرة يبكي أتمنى أبكي والبكي مو عيب بس ما ادري السؤال جميل وخليني انا اجاوب عليه تفضلي لا نقطه ضعف زوزو ونقطه ضعف وعد شوفوا كل انسان له نقطه ضعف اكيد واكيد له نقطه قوه والاحسن لنا ولكم وللكل ما حد يشارك نقطه ضعف مع الناس يعني اكيد انا عندي نقطه ضعف بس انا ما اعرف نقطه ضعف انا اعرف نقطه ضعف اخذ تليفونك اطفي النت عليك تضلي ترجي سؤال الوعد من تقلها طبخي لي فتشي انت عاجبك تاكله تسوي له لا رأسا تسوي ماكو فد يوم قلت لها اريد اكله وما سويتها ابدا رأسا بالعكس هذا يريحني اصلا من التفكير بالعكس هي تقول لها شنو تريدين يا معودة خليه يجي باكر وطبخي مرات بدون ما اقول لها انا اطبخ يعجبني
قال يقول احبكم وما عندي اي سؤال، طلتكم وحدها تسعدنا، تسلمين يا ام سعد. تسلمين، الله يحفظك. في سؤال يقولون انتم اقارب ولا لا؟ وهذا وايد اجانا، اعتقد جاوبناكم اياه من البدايه، احنا مو اقارب. سؤال: منو يزعل اكثر، انت لو وعد ومنو يراضي الثاني؟ جاوبي انت بقى. الصراحه ما عندنا هاي الخاصيه بيناتنا، الزعوله والزعاله لا ابدا ما عندنا هذا الشيء، انه ازعل وتعرضيني وهو يزعل وتعرضي، ما عندنا هذا الشيء. الحمد لله. اي ما عندنا، الحمد لله والشكر. لا الحمد لله. السؤال من مها همزه: احب اسال وعد، شنو الشيء اللي زوزو ما تحبه بيك ومضوجه بيه؟ نريد نعرف شنو الشيء اللي مضوجك بزوزو، اتمنى تردون. انا دقيق يعني، الحمد لله والشكر، تغيرت هاي، حيكون عنده اولاد تتغير. السؤال من اهيب، عنده سؤال، بدايه السؤال هو جاوبنا عليه من البدايه، السؤال الثاني اللي هو شنو اللي خلاك توافقين بوعد واللي جذبك بيه؟ صراحه هنا عيوني زري. يعني اول ما شفته هو شلون من اجا، واجا يعني اهله كلهم، اخوانه اثنين، مو اخوانه اثنين وكلهم قاعدين، ولما انا دخلت لا لما امك شافتني من الشباك كنت تباب يا اوكي فتحوا الباب ودخلوا، كنا انا وماما واقفين ورا الشباك نشوفهم يعني الريايل، فماما من شافت شفناهم من الشباك، فماما قالت اذا انهم كانوا جماعه كثيره من اجوا يعني اهله وقرايبه، فقالت ماما اذا هذا الولد اللي لابس نظارات ايو مخذي، هيك قالت لماما. إيه؟ وكان هو بس لابس النظارات الوحيد. فيوم اللي دخلنا يعني انا دخلت قالوا لي وروحي اخذي العصير ودخلي، بس انا قلت لهم شنو العصير راح ينشب على الريال يعني ما اقدر، فاعطوني الكيك، فانا دخلت بالكيك اني على اساس اقدم لهم الكيك، وقعدت مقابله بس بعاد يعني عن بعض، هو منا وانا منا، فما اعرف يعني من النظره الاولى اني حسيت اني اعرفه من زمان. ونفس الشيء شعورك انت بعد؟ اي ابدا، انا من شفتها اوكي ابد قلت هي هاي انا اريدها خلاص. اها يا معود شوف لك غيرها. ابدا ما شلون حب من اول نظره هي هاي. وهو على فكره كانوا ناويين اهله انه يشوفوني وبعدين عندهم وحده ثانيه يشوفوني. اي انا بس قلت لهم لا ذاتس ات، ما اريد اشوف الثاني. يا سلام. او هذا السؤال: منو حب واحد قبل الثاني، اقصد انت لو هو يعني من الحب الاول؟ هي قلنا لكم يعني نظرات، نظره ضرب نظره، هي نظرات بالبدايه ما ادري، الحب اعتقد انه صار بعد الزواج. بعد الزواج اعتقد انه اعجاب اللي صار بيناتنا. ما شاء الله عنكم انتم، ليش اهضم عيله يوم ما فديت قلبهم؟ والله تسلمون، ربي يحفظكم. ربي يحفظكم يسعدكم حبايبنا انتم. الحمد لله والشكر، الحمد لله ان انتم تشوفونا هيك. اي والله الف الحمد لله والشكر، كل فضل رب العالمين، الف الحمد لله والشكر. سؤالي هو: فكره منو انكم تشاركون على السوشيال ميديا وتحياتي؟ هي الفكره كلها فكرتها، هي صار لها زمان شغاله على اليوتيوب على السوشيال ميديا اوكي، بس انا ما كنت احب اطلع ابدا، بس صارت صدفة هي تحت قاعد تسجل فيديو على تيك توك، قال اتنشن انا راح اخذ اجازة، يمكن اصور شفتو انا فوق شنو اجازة؟ نو اوكي. من هذا الفيديو الناس قامت تطلب يعني سمعوا صوت زوجي، يريدون زوجي انه شوف شنو قال شلون من هاي، ومن هذا المجال دخلنا. يعني انا صار لي سنين اشتغل على اليوتيوب على الانستغرام، لذلك صراحه من دخل وعد صارت يعني تغيير جذري بالسوشيال ميديا. يعني طبعا شعري طويل يعني دخلنا على التيك توك شهر 2/2021، ترى بداية يعني نهاية شهر واحد بداية 2/2021، وخلال شهر واحد صرنا 10,000، وبعد ذلك قبل لا يجي رمضان وصلنا 100,000 معاكم. يعني الناس الصراحة حبت وعد، يعني حبت دخول وعد، قنقينة الناس حبوا القنقينة، واحنا مواضيعنا بشرية، الشغلات اللي تصير بالبيت بكل بيت بكل سواء كان عراقي او عربي. اوكي هذا السؤال ما اعرف ليش يعني، بس خلينا نقرا لكم. يقول لك: هل انت عاجبك خشم زوز؟ ترى احبك. مجرد سؤال. طبعا اقول لك هي بالكاميرا مرات انا اطلع الشم نادني اوكي اي باوي
هذا انا اروح اباوع بالمراية. صاير اسمين اروح اقيس وزني. يا معون انت لو شايف خشمي لا. انت تحكي على خشم زوزو. خشم زوزو الكبرى. انا خشمي كباية. انا حبيت خشمه اصلا يسر الجذب. بلشنا بالطيارة. والله بلش القصف. كان مميز بيك يعني. سؤال لحضراتكم، اذا رجع بيك الزمن الى الخلف اين ستعيش، في العراق ام في بلد ثاني؟ اوكي، حبي العراق. بس قل لي اكو مدارس زينه، اكو ماي، اكو كهرباء، كل شيء ماكو زين. انا تعلمت يعني عايش بالكويت، بعدين من صارت الحرب بالامارات زين قل لي، وبعد ذلك طلعت امريكا زين. حبي واهلي بالعراق شلون؟ بس وين؟ انا عندي اولاد زين. هل انا هسه من اجيت هنا أنا اول ما دورت على المدارس الزينه لاولادي مو الي، لا لاولادي ولزوجتي يعني وين راح اعيشهم بمكان زين؟ هاي مو انا افكر بنفسي لا امشوا العراق يلا وادبهم هناك ويلا، لا زين ادري الظروف اللي قاعد بتصير بالعراق وان شاء الله تتحسن والله يعين اهل العراق. العراق بلدنا ومنو ما يتمنى انه يعيش بالبلد مالته، لكن هل لو يرجع بي الزمن اني اعيش بالعراق؟ اصلا انا ما عشت بالعراق، واذا العراق مثل الآن أكيد ما راح أقدر أعيش فيه. ما في لا أمن لا أمان لا حقوق إنسان، يعني أي شيء يصير معانا حقوق المرأة ما موجودة، حقوق الطفل معدومة. فأتمنى أن دولتنا العراق تصير مثل بقية الدول عشان الكل يرجع ونعيش عيشة كريمة. أكيد هتسلف لكم هاي إن شاء الله. كنت مسافر للعراق قاعد أفرج سنوني، انسدت مع الحنفية أنا كذا، فتحت الفلتر مع الحنفية وحيج نزل دود وسلابيح. صحت على أخوي قلت له شنو هاي؟ قال لي شنو؟ طبعا جابوا لي ماي صحة مضمضت فيه وغسلت، رحنا نزلنا الدرام مالت الماي زين، رحنا اشترينا فلاتر أول ما يدخل الماي، ركبنا 3 فلاتر، نظفنا التانكي، وبعد ذلك نباوع طبعا او الفلتر الاول توسخ، الفلتر الثاني قلنا على الاقل دود ما يجي، وقمنا كل ما نعبيه نخليه شويه كلوركس. هاي من الاشياء البسيطه، هاي من الاشياء البسيطه والله يعينكم. وعد اتزوجت زوزو من كنتوا بالعراق، زوزو ايش قد صار لكم بامريكا؟ احنا تزوجنا بالامارات والعرس مالته كان بأبو ظبي. ايش قد صار لنا عايشين بأمريكا؟ أنا حالياً هذه السنة الثالثة راح نكون سوا موجودين بأمريكا، لكن قبل لا نتزوج وعد أصلاً كان هو عايش بأمريكا وإجا للإمارات على أساس إنه يتزوج ويرجع لأمريكا، بس الحمد لله إنه ارتبط وقعد هناك بالإمارات. يعني أنا حصلت شغل الحمد لله. هل تعتبرين زوجك مثالي؟ أرجو الجواب. بالنسبة لي هو زوجي وأبو عيالي وصديقي وحبيبي وملبي كل طلباتي، فليش ما أعتبره الزوج المثالي؟ يعني أي رجل اللي هو يلبي طلبات مرته أو مرات يجيب شغلات أنا أريدها يجيب لي إياها بدون ما أنا أعرف. فالله يوفقكم إن شاء الله ويرزقكم بالزوج الصالح، ويا رب يعني أطلب من كل الشباب العربية إنهم يهتمون بزوجاتهم. أنتوا لما تتزوجون لازم تغيرون حياتكم وتفكيركم، إن أنتوا داخلين على حياة جديدة على مسؤولية، وهذه مرتك أمانة برقبتك لازم تهتم فيها وتعتني فيها. هلا وغوالي، سؤال في من وعد نسخة ثانية بالبيت، حد من الأولاد يشبهه؟ زوزو ملكة والأمير وبرنسيسة في ديت قلبك، يوم ما في ديت قلبكم حبايبنا. شكرا. مثل وعد نسخة، شوفوا هي أقل لها أيام، أيام نفسي أرسلان نسخة ثانية أبدا. وعندي أنا صور من كنت صغير على الشكل، يعني تقصد أنا على بالي نفس الأسلوب، يعني على الأسلوب على الشكل أرسلان ابننا الأرسلان بلا منازع هو يشبهك. أيان الكل يقول إنه يشبهني ابن الأول، بس في شبه من عندي. شلون تقدرين تراضينا وقت عصبيته وزعله البسيط؟ احنا ما عندنا زعل بسيط، يعني احنا نكون
سمباتيكا، واذا زعلنا يصير انفجار نووي. صح؟ يعني ما عندنا شيء زعل مال الجهال وها زعل وتراضين، لا يعني نكون عادي، بس اذا صارت الصجيه يصير حرب عالميه أولى ثانية. يعني نيفر نو. شلون اراضيه؟ اخليه خلاص، هو وقت العصبيه ماكو نقاش، يعني حتى لو في نقاش هو خلاص معصب، يعني ما تجادلني. ايه لا ما تجادلني خلاص، سمعي وسكتي. هاي هو اذا صار الجدال وقت العصبيه جدال، هي هاي للزيت، هاي قنابل نوويه تصير. سلام حبايب قلبي، منو منكم يشخر بالليل؟ لا بس الشخر من اكون تعبان. وعد اخوي صار لك ايش قد الله مصبرك على زوزو. صراحه انا هوايه، بس شو اسوي؟ يعني ما ادري ايش اقول لك، يعني صابر علي، جيت ارجعها لاهلها اخذ فلوسي، بس قالوا لي خلنا ساكتين. انا بضحك. السؤال يقول ما عندكم قرار انكم ترجعون العراق؟ ابدا مو مفكرين بهذا العراق حاليا. لا ابدا لا ما مفكرين فيه. يعني اذا احنا حكينا قبلها، اذا صار العراق مثل الدول العربيه مثل دبي ممكن ياس نرجع. ايش قد تحبيه وايش قد يحبك؟ ايش قد تحبي؟ احبها، هي ام عيالي، احبها اموت عليها، احبها بقد الكون، بقد كل شيء. ايش قد قياس الكون؟ ماكو قياس. الكون له قياس؟ ابدا. انا قل انا احبك بجد. الفضاء شفت؟ الفضاء ما له قياس. شوف انت الكون، انا الفضاء. شوكي شنو الاكثر شيء تحبونه ببعض؟ شنو اللي انا اكثر شيء احبه فيك؟ انت شنو تحب فيني اكثر شيء؟ حلو هالسؤال. احب فيها طموحه، ما عندها يأس، اذا تريد شغله تسويها، ومن تقلها على شغله دراسه اي دراسه تسويها وبدقه، هذا الحلو. يعني كثير شغلات فيها عندها الحمد لله. الحلو بعد او اللي احبه بوعد، يعجبني انه كثير ريسبونسبل، مسؤول، يعني يحب يشيل المسؤوليه، هو يحب هو يعني ياخذ المسؤوليه للكل، لكل الحبايبه، يعني مو بس انا والاولاد، يعني يحب يكون مسؤول. ويعجبني كثير اشوفه هذا بالنسبه لي رجولي، لما يخرب شيء بالبيت هو يصلحه هو يسويه، انا هذا الشيء اعشقه بالرجل، يعني معتمد على روحه ويصلح، يعني خربت مغسله هو سواها، صبغ هو اللي يصبغ، يعني اي شيء بالبيت هو يصلحه، اي شيء انا ما اعرفه يعني هو يسوي لي اياه، يعني اقول له مثلا الغساله خربت يصلح لي اياها، يعني ما يجيب لي عامل، يعني انا هذا اللي يعجبني. السؤال اللي وعد، ليه انتم احلى عيله بالتيك توك؟ يا الله والله يا عيني تسلم، الله يحبك. ما ادري انتم حبيتون المحبه من رب العالمين. من رب العالمين الحمد لله والشكر. الحمد لله. مهند سأل هذا السؤال بس لانه هو عزيز علينا وغالي ودائما يدخل بكل لايف، سؤاله مكرر بس لازم خلينا نقراه، اللي هو يقول ايش قد مرغل نفسه واحد عليك لحد ما تزوجت وشلون التقيتوا ببعض؟ تحياتي لكم. مرغلت بالطين. مرغل يوميا اروح يم بابهم، ادق الباب واشوف اليوم عاودين يتزوجوني هنا. السؤال، ما هو سر العلاقه الزوجيه التي تجعل الزوجين سعداء؟ التسامح. نعم. التفاهم. احترام. احترام. من تعرف اذا صارت مشكله ما تتناقش وياك، خليك من تهدأ تجي تناقش وياك، مو انت قاعد تصيح هي تظل تصيح، لا حيجيها صحن طاير. نفس الشيء هم المرأة إذا كانت معصبة، هم الرجال خلاص إنه مرتك معصبة لا تحكي معاها، اتركها يعني هم عيبها واتركها، هم إنها مشاعر وعلقها من ندانا. لا أريد تجاوبوني بصراحة، زوج صدق نقيا لو متفاهم. طبعا اللي ما يعرف اللي قاعد يشوف ناس باليوتيوب لازم تروحون تتابعون هناك على التيك توك، لأن مشاهد كلها قناقينا من وعد. هل قناقينا ولا أجاوب ولا جاوبي؟ الصراحة صراحة صراحة في نعم. لا هي مو متوافق يعني. لا صدق يا في اكيد يعني يا قلقينا يا زوجو. الله يحفظكم اثنينكم. سؤالي لكم انتوا ليش عسل؟ شوفوا انا لو مو قنقينه اوكي كان ما حبتني، انا مو قنقينه. لا
لا لا خليني يعني أنا أدافع عن نفسي. يعني نطلع على السؤال الثاني. لا 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 أدافع عن نفسي. أوكي. الشغلات أنا مو قنقينة قلت لكم. عمي أنت وردة مال الله مو قنقينة ولا لا اليوم أنا أريد أسوي مشاكل. يلدي هذا اللي يسوي مشاكل. ايه. يقول وعد إذا صار عندك فرصة ثانية شوف هو يا ما أعرف يا بنية يا ولد. وعد إذا صار عندك فرصة ثانية تتزوج الثانية ما أريد أسوي مشاكل. لا. مو مسألة خوف قاعد يمها لا لا تعرفني هي لا لا أبدا الحمد لله والشكر شوف رب العالمين زقني بزوزو ألف الحمد لله والشكر أحمد الله والشكر كافي يا هاي سنة الحياة. السؤال يقول من يتحمل الثاني أكثر وقت العصبية والخلاف على أموركم العائلية؟ أنا طبعا أنا طبعا أنا طبعا ايش الشيء المفضل اللي زوزو تحبه في امريكا والشيء اللي ما يعجبها في امريكا؟ لحد الان ماكو شيء ما حبته الحمد لله من كنا بالامارات ومن كنا هنا لان من تحمد الله وتشكره رب العالمين راح يخليك تحب كل شيء بس من تصير تعافي وتقول وما ادري شنو هاي تقعد ونون وتقعد الصبح انا ما عاجبني لا الحمد لله والشكر هاي اكيد يعني سعادتي وراحت بالي هو يم زوجي واولادي ولازم الكل يفكر بهذا الشيء ما يفكرون باهلهم ولا بشيء ترى الناس كلها تلاهي والناس كلها الواحد كل واحد مشغول عن الثاني بشغلاته باموره فحياتي وسعادتي هي زوجي واولادي وين ما هم يكونون موجودين فانا اكون معاهم هاي هي سعادتي فما فكل شيء احبه يعني في ناس اجوا هنا امريكا زعلانين على اهلهم واللمه وهاي ترى صدقوني الحياه تتغير والناس قاعده تتغير وماكو هسه اللمات نفس قبل كل واحد ملتهي بروحه وملتهي بزوجته وعياله نعم هاي هي السؤال هو شنو تشتغلون؟ انا اشتغل كونستراكشن وانا اشتغل انفلونسر اللي هي المؤثره بالسوشيال ميديا بالانستغرام يوتيوبر وحاليا على التيك توك في قسم قالوا شنو انتم ما تشتغلون لانهم قاعد يشوفونا نسوي بالتيك انت قاعد يعني انتم قاعد تشوفون قسم يعرفون يعني قاعد تشوف دقيقه ما قاعد تشوف حياتنا 24 اور يعني احنا مو مجبورين نصور لكم 24 اور اكزاكتلي زين اذا هيك أنا ما صورت لك شلون أروح للجمعية ما صورت لك الصبح قاعد أروح الشغل ما صورت لك ما صورت وحتى لو ما نشتغل زين إحنا طلبنا منك فلوس يا عيني يعني في أسئلة جدا شخصية الواحد يسألها بس ما أعرف يعني الواحد شلون يعني أنا أختي ما أسألها هيك أو صديقتي ما أسألها هاي الأسئلة أنتوا كناس غريبة وسنو ناس غريبة شلون هيك صراحة ما يصير أحس عيب عيب يعني تعال شقد تشتغل ايش قد راتبك ايش قد عندك فلوس يعني اسئله هاي عيب تنسال يعني عيب. واخيرا حبايبي وصلنا لنهايه اسئلتكم كلها الفيديو هذا راح يكون كلش طويل ادري بس ان شاء الله يكون ممتع لكم وتستمتعون وتشوفونا لنهايه هذا الفيديو واللي شاف الفيديو للنهايه يكتب لنا بالكومنت بليز ان انتم شفتوا هذا الفيديو للنهايه ونحبكم والله يحفظكم جميعا وربي يسعدكم ويحفظكم وين ما تكونون واهم شيء اشتركوا بالقناة وشاركوا هذا الفيديو مع حبايبكم علشان يشوفونا وسووا لايك واشتركوا بالقناة وبعد شنو ومع السلامة ولا تنسون تتابعونا على التيك توك كل الروابط راح انزلها واكتبها بصندوق الوصف ومع السلامة مع السلامة باي باي.